مساء الخير والجمال عليكم مشاهدينا، مشاهدي قناه الصحه والجمال في مصر وكل الوطن العربي. برحب بيكم وحلقه جديده من حلقات برنامج نور الحياه. نور الحياه برنامج شامل متنوع. النهارده هنتكلم في فقره مهمه وفي جزئيه مهمه جدا، الفقره الطبيه. الفقره الطبيه الحقيقه دايما منتظره ودايما الناس بتسالنا عليها باستمرار وبيطلبوا التخصصات بعينها. النهارده التخصص هنتكلم فيه مهم جدا وتخصص في غايه الاهميه، ومن اهميته خدنا معاه سلسله حلقات وشرفنا النهارده ان شاء الله في الاستوديو قيمه وقامه علميه كبيره. حين يذكر تخصص جراحه المخ والاعصاب يذكر اسم الدكتور محمد اللباد. استاذ الدكتور محمد اللباد مشرفنا النهارده في الاستوديو هو وفريقه الطبي. اسمحوا لي نرحب مع بعض الاستاذ الدكتور محمد اللباد، استشاري جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري، عضو الجمعيه الامريكيه والكونجرس الامريكي لجراحه المخ والاعصاب، عضو الجمعيه المصريه والاوروبيه واليابانيه لجراحه المخ والاعصاب، استاذ مساعد بكليه الطب جامعه الازهر. اهلا بيك معنا يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ نور، ازيك؟ ربنا يخليك يا رب. اسمح لي نرحب بالفريق الطبي مع سيادتك. ازاي بقى؟ بنرحب كمان بالدكتور الحسين نجم، استشاري جراحه المخ والاعصاب بجامعه الازهر، مدرس جراحه قاع الجمجمه ومناظير المخ بجامعه اوسكا باليابان. اهلا بيك يا دكتور. نور. مبسوطين ان سيادتك معانا النهارده وان شاء الله تبقى حلقه قويه بوجود حضراتكم. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. كمان النهارده معانا وبيشرفنا وبيضيف لحلقتنا النهارده الدكتور علاء رشاد ابراهيم، مدرس واستشاري جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري، زميل جامعه اوريجون الامريكيه للعلوم والطب، عضو الجمعيه المصريه لجراحه المخ والاعصاب. اهلا بك يا دكتور. نورتنا. بداية يا دكتور محمد عايزين نتكلم عن أهمية العمل الجماعي. احنا ملاحظين ما شاء الله كلكم قامات علمية كبيرة. عايزين نتكلم عن أهمية النقطة ديت، وهل دوت يعني بيصب بشكل مباشر في مصلحة المريض ولا ايه القصة يعني؟ تمام. يمكن احنا نوهنا على الحكاية دي الحلقة اللي فاتت. النهارده بقى ده يعني حلقة علمية يعني عملية بحتة بالظبط كده. سعيد بالفكرة، و ان انا ودول اخواتي وزمايلي واللي بعتز بيهم جدا وفخور ان انا بشتغل معاهم وببقى سعيد جدا ان احنا بنشتغل مع بعض. يمكن لو فاكره حاجه احنا قلنا في الفكره جت في الحلقه اللي فاتت، قلنا لما كنت في اليابان 2013 ولقيت اساتذه كبار جدا، اتنين ليهم اسمائهم العلميه معروفين يمكن في اليابان كلها، وفجاه ان هم بيشتغلوا بحاله واحده مع بعض. ده الاثنين اساتذه تقال قوي وليهم اسمائهم المعروفه. من هنا جت الفكره ان لقيت كل الاسم احيانا بيتجمع نشوف الحاله، طب احسن حاجه نعملها ايه؟ افضل ابروتش ايه؟ افضل طريقه نعمل بيها العمليه دي ايه؟ طب احنا ليه ما بنعملش الحكايه دي كده في مصر؟ ومن هنا جت الفكره يمكن من الايام لحد النهارده. ومش بس الزملاء اللي موجودين معانا النهارده، لا احنا في كمان بعض اعضاء الفريق احنا ما حبيناش نسحب لكم الاستوديو، ان شاء الله يبقوا موجودين معانا في الحلقات اللي جايه باذن الله. قد ايه انا فخور جدا بالانتماء ليهم، وان سعيد جدا ان احنا بنشتغل كفريق واحد. بنحس ان احنا اسره واحده. هي الفكرة كمان ان زي ما حضرتك قدمت الزملاء ما شاء الله استشاريين لهم اسمائهم، ليهم عملياتهم ابحاثهم العلمية اللي باسمهم اللي منشورة في مجلات عالمية. انا ببقى فخور ان انا بشتغل معهم وبنتمي ليهم. الحاجة التانية زي ما حضرتك قدمتي كده، الدكتور حسين من اليابان، دكتور علاء زميل جامعة اوريجون امريكا. احنا النهاردة تلاقي بقى ايه، انت جايبة مدارس مختلفة وده في الاخر بيصب في مصلحه المريض. فتخيلي بقى النهارده احنا كاننا عاملين كونسلت للمريض من غير هو ما يدرى، من غير المريض ما يدرى. ده احنا عندنا مدرسه يابانيه ومدرسه امريكيه يعني. على المدرسه المصريه وكل ده افكار. انا النهارده ما بقاش اتنين عينين بيبصوا للاشعه، لا ده اتنين واربعه وسته واحيانا بيبقوا ثمان عينين. النهارده في ست ايدين في العيان دوت. النهارده اي حد فينا في يقدر يقوم بالعمليه كامله، لا ده لو حد حصل له ظرف جوه العمليه، لا ده في مش واحد بس، ده في اثنين وثلاثه يقدروا يقوموا بنفس الدور واحسن كمان. حلو جدا. بيكون في استعاضه للغايب. استعاضه للغايب، ولو كلهم موجودين قد ايه كل الافكار بتصب في مصلحه هذا المريض. اكيد. طيب عايزين نتكلم مع دكتور الحسين، ندخل بقى معاه في اوضه العمليات شويه. اتفضلي. عايزين نعرف ايه المستحدثات اللي بتكون في جوه اوضه العمليات واتغيرت عن زمان ما كانتش موجوده في الوقت الحالي. تمام. احنا حاليا يعني في مصر حاليا او في جامعه في الاماكن اللي احنا موجودين فيها ونشتغل فيها حاليا، احنا ما شاء الله عندنا اجهزه اللي هي موجوده عالميا، موجوده حتى بنشوفها في اليابان او في بلاد ثانيه كثيره. اشهرهم الجهاز اللي هو الابحار اللي هو عبر ابحار الثلاثي داخل المخ، وعندنا اجهزه اخرى زي السونار
الحاجات الاجهزه اللي بالشكل ده جوه اوضه العمليات بتساعدنا جدا في ان احنا مش بس نعرف مكان الورم فين بالظبط لا بالعكس ده احنا المكان اللي احنا هنفتح فيه ونعمل زي ما بيقولوا في التعبير الطبي مينيمال انفيزيف يعني اقل تدخل ظاهري. اقل تدخل ممكن للمريض تمام. بنقدر نبقى احنا عندنا جهاز الابحار الثلاثي ده ميزته ان هو بيدينا صوره قبل يعني اثناء المريض ما هو اتصور في الرنين بتاعه مثلا قبل العمليه بنحطها في جهاز الابحار الثلاثي ولكن في حاجه اسمها ريال تايم يعني جوه العمليه دلوقتي دي الاشعه دي عملها قبل العمليه لكن جوه العمليه الوضع اختلف لما انا فتحت او عملت زي كده طبعا وضحت الفكره او بيجي دور السونار حاليا دور السونار بيفيدني جدا بيقول لي ده المكان بتاع الورم على سبيل المثال او اورام العمود الفقري بنقدر نحدد الاماكن مظبوط ونقدر نطمن ان احنا هنشيل ورم ونتاكد ان احنا عملنا استئصال كلي على حسب الخطه المدروسه قبل العمليه وبيبقى ده مثبت اثناء الجراحه قبل وبعد العمليه اون تايم ريال تايم وده مفيد جدا بيفرق معانا جدا في جراحتنا في النتيجه النهائيه الى جانب حاجات كتير برضو ما زالت موجوده بنشتغل بيها. طيب ياخدني بقى السؤال لدكتور علاء. زي ما تفضل الاستاذ دكتور محمد اللباد وقال عن اهميه العمل الجماعي. سيادتك طبعا مدرسه مختلفه بنقول دلوقتي جامعه اوريجون الامريكيه. سيادتك شايف ايه الاضافه اللي ممكن يضيفها فريق طبي كامل بيعمل عمليه لمريض؟ اعتقد ان الرؤيه من جهات مختلفه بتكمل صوره كانه زي النافيجيتور ثلاثي الابعاد فاحنا كاننا بنبص من اوجه مختلفه بنكون الصوره لبعض حتى احيانا في بعض الرؤى الواحد ممكن يكون شايفها الثاني يغير فيها باقناع بحيث ان احنا نتدخل باسهل طريق للمريض وللجراح وفي اسرع وقت بحيث ان احنا النتيجه تبقى احسن ما يمكن يعني ممكن لان الفايده كلها طبعا الفايده كلها حتى في الاجهزه المستحدثه جوه العمليات اللي هي ان احنا نخلي الطريق سهل للجراح وللمريض وفي اسرع وقت بحيث ان النتيجه تكون مثاليه تمام فهي انا اعتقد ان الرؤيه يعني الدسكشن نفسه ما بين واحد واثنين وثلاثه ممكن هيدي صوره احسن من شخص واحد أكيد. بيسري فعلا اكيد ده اكيد تمام طيب دكتور محمد عايزين نتكلم في جراحات النخاع الشوكي والحبل الشوكي تمام ايه المستحدثات الطارئه في المجال ده؟ الحقيقه دايما جراحات الحبل الشوكي دي بتبقى مقلقه جدا للمريض لان فيها يا شلل يا يطلع سليم مفيش وسط تمام إيه في حاجات طارئه جديده اكيد في المجال ده كتير قوي حابين نعرف يعني ولو جزء كتير قوي يعني يمكن زي ما قال الدكتور الحسين اللي احنا بنتكلم عليه في الحلقه دي ان شاء الله يمكن بعد كده اذا كان الوقت اتسع او لا الحقيقي موجود في مصر واحنا بنفخر حاليا ان بقت الاجهزه العالميه والخبرات العالميه موجوده فعلا لا احنا كمان ممكن بعد كده نبقى نتكلم على المستقبل بقى اللي احنا بنحاول كمان نضيفه ونعمله لكن احنا كل اللي بيدور في هذه الحلقه هو اللي احنا حقيقي بنعمله دلوقتي احنا كفريق بنعمله مع بعض داخل غرفه العمليات زي ما من اشهر الحاجات اللي فرقت معانا جدا المونيتورنج دلوقتي الجراحات الحبل الشوكي ان النهارده حضرتك خايفه زي ما بتقولي حضرتك كده احنا خايفين من الشلل واخد بال حضرتك لا طيب احنا النهارده بقى عندنا مراقبه جوه العمليات للاعصاب اللي انا شغال عليها للحبل الشوكي اللي انا شغال عليه واحنا معانا ناس دكاتره متخصصين بيراقبوا انا كجراح شغال تحت الميكروسكوب واخد بال حضرتك واحنا معانا مراقبه مش بس كده انا اقدر اي عصب حاجه شاكك فيها اعمل له اختبار جوه العمليه وبيجي لي رد الفعل على شاشات على اجهزه موجوده حواليا دي بتقول لي لا والله احنا كده بعيد عن العصب لا ده احنا قريبين من العصب خلي بالك لازم انا كجراح اخد بالي من الحكايه دي الحبل الشوكي نفسه بقى ليه المراقبه ليها وما تتخيليش قد ايه يعني احنا بفضل الله الحكايه دي احنا مدخلينها في مصر يمكن عندنا في الجامعه يمكن اكتر من 5 سنين من يومها لم تسجل حاله شلل واحده ما شاء الله ده شيء مبشر بالخير من يومها لحد النهارده بفضل الله ده بحرك احنا يمكن لسه هذا الفريق احنا عاملين واحده من اصعب الحالات يوم الثلاث اللي فات من اصعب الحالات ده ورم جوه الحبل الشوكي وممتد من الفقرات العنقيه الى جذع المخ ورم ضخم جدا وتم استئصاله بالطريقه اللي بقول لحضرتك عليها وبفضل الله النتيجه كانت رائعه بفضل الله طيب دكتور الحسين عايزين نتكلم مع حضرتك ايه الاضافه اللي ممكن تضيفها للعمل كفريق طبي من ناحيه بقى النظر اليابانيه اللي احنا بنقدر نعمله حاليا انا قعدت في اليابان حوالي 5 سنين واشتغلت هناك وتعلمت هناك كتير كان السؤال هو
هل الحاجة دي هقدر أطبقها في مصر لما أرجع على أرض الواقع ولا لا؟ فكان فعلا أنا يعني من الحاجات اللي بسطتني جدا ويعني فرحت جدا لما رجعت ولقيت إن مفيش فرق كبير بين الأجهزة اللي احنا فعلا حاليا بنشتغل بيها في اليابان وفي دول مختلفة بنفس الأجهزة، كجودة الأجهزة هي نفس الأجهزة الموجودة عندنا في مصر حاليا نفس الأجهزة الحديثة احنا عندنا، مفيش فرق فيها يعني معظم كل ما بنقدر نجيب جهاز جديد بنتوفر بنقدر نعمله. ده مش عايز اقول لحضرتك يعني ممكن في حلقة تانية بنتكلم يعني في حاجات احنا لسه بنشتغل نوع من انواع الجراحات الوظيفية، كنا هناك او في المكان اللي كنت فيه كنا بنعمل بطريقه، هنا حاليا عندنا جهاز احدث اسهل. يعني هو ممكن يكون الدكتور علاء يتكلم في الموضوع ده شويه بطريقه اسهل شويه، ولكن اسهل وادق فعلا. لان انا هناك اتعلمت على طريقه معينه ورقيه، هنا بتبقى سوفت وير على الكمبيوتر، فهو دي اسهل. ولكن اللي انا اقدر اشوفه ان انا في بعض الحالات احنا مش بنبقى تيم وورك بس على قد مصر، ده احنا ساعات لما بنعوز ناخد راي حد من الخبراء الاجانب اليابانيين هم ما بيتاخروش بصراحه، فبروح مثلا اقول لهم طب ايه رايكم في الحاله دي، مثلا احنا عملنا كذا او هنعمل كذا. دي اضافه قويه بوجود حضرتك، ده يعتبر حضرتك همزه وصل بيننا وبين اليابان، استفدنا الخبره اليابانيه ولقيناها هنا. طب احنا عملنا العيان ده بالشكل الفلاني، ايه راي حضرتك في النتائج دي؟ يبتدوا ان هم يقاومونا. النقطه الثانيه الاخيره، علشان ما يبقاش في حاجه زي بايز او زي ما بقول حضرتك تحيز ما بين الجامعات والجامعات دي، احنا بناخد العمل بتاعنا وده مهم جدا وننشره عالميا جامعات مختلفه خالص انا ما درستش فيها ولا الدكتور علاء ولا الدكتور محمد، بناخد العمل ده ونكتبه في صوره بحث علمي وننشره في مجلات عالميه، ارقى المجلات العالميه بيبتدي يناقشوا مجموعه من الخبراء العالميين اللي ما يعرفوناش ما يعرفوش اسمائنا بتبقى مغيبه، بتعملوا ايفالويشن فيقول لنا الرد على هذه الجراحه هذه كذا، احنا محتاجين تعديل او ده يكون افضل او ده يكون افضل. ان شاء الله اللي احنا بنراه بعد كده اللي انا ان شاء الله نفسي يبقى موجود في مصر حاجه اسمها سمارت اوبريتنج ثياتر زي السمارت تي في، بس مسرح بقى كامل كبير يبقى سمارت اوضه عمليات سمارت من خلالها، بدل ما انا اعمل عمليه وبعدها بشويه انتظر روح لليابانيين اكلمهم ويبقى ناخد وقت، ده اون تايم برضو. حلو قوي، بنقدر نتراسل ونتكلم مع بعض في العيان حاليا ونشاور لبعض على العمليه في اون تايم، ما يبقاش في تايم ديلي او تاخر زي الفيديو كونفرنس كده من على بعد. بالظبط، فده بتبقى من الحاجات اللي احنا ممكن نضيفها واللي في بالنا فعلا طبقنا جزء منها وان شاء الله ناويين على يعني بطريقه معينه ان احنا هنمشي في الجدول بتاعنا بحيث ان احنا يعني نصل لكل الخطوات اللي احنا ان شاء الله يكون لكم السبق في ده ان شاء الله. نرجع دكتور علاء نتكلم بقى في النقطه اللي دكتور حسين بيقول، حابين حضرتك توضحها لنا. احنا يعني شكر لاساتذتنا وفروا لنا اجهزه يعني من احسن الاجهزه، احنا يعتبر اول جامعه جايبينها في مصر يعتبر وموفرينه. دكتور حسين بيقول اوفر في الوقت وفي المجهود والدقه يعني هو كمان. ممكن يقول لان الاجهزه اللي هو يقصدها ده الدقه عشان نبقى متخيلين بالملي يعني بالملي، فانا افضل صفه ادق اكتر من حكايه السهوله كمان يعني لان الدقه هتديني نتيجه للعيان كويسه العيان يبقى حاصل له ساتسفاكشن وانا هيحصل لي ساتسفاكشن نتيجه ان العمليه تبقى كويسه. اسهل طبعا زي ما قلت لحضرتك ان وجهات النظر كلها ان انا اضيق الوقت اقل والايفورت اقل على الجراح وعلى المريض وبالتالي الريزلت تبقى كويسه. هي فعلا بنفتخر ان الاجهزه دي من احسن الاجهزه اللي موجوده في مصر عندنا واشتغلنا بيها حالات كتير جدا الحمد لله. مش عايز اقول لك ان يعتبر فريقنا خاصه هو اللي عامل ثوره للجراحات الوظيفيه في مصر. احنا حابين بقى يعني ناخد فيديوز بعد كده من الحلقه اللي جايه ان شاء الله على الحاجات دي مهمه جدا. احنا بعد اذن الزملاء احنا مش عاوزين نحرق، احنا ان شاء الله هيبقى في حلقات لجراحات الوظيفيه اكيد باذن الله. احنا النهارده بنتكلم على اورام المخ واورام الحبل الشوكي. جراحات الوظيفيه ده ان بريف اللي بتشمل جراحات الصرع، الحالات اللي لا تستجيب للعلاج الدوائي، جراحات الشل الرعاش، جراحات الدستونيا والحركات اللا إرادية واخد بال حضرتك، جراحات الآلام، كل دي اسمها جراحات الوظيفية. واحنا بفضل الله يعني عملنا نقلة كبيرة جدا بفضل أساتذتنا زي ما قال الدكتور علاء ودي الأجهزة الحديثة اللي بيتكلم عليها الدكتور حسين، يمكن احنا سبقنا جامعته اليابانية فيها. ده شيء مبشر بالخير ان مصر بدأت تبقى يعني على قدم مساواة مع جامعة كبيرة زي اليابان. ده صحيح، ده شيء هايل.
طيب دكتور، احنا حابين ان احنا كمان نعرف مساله مهمه جدا. هل لو حد جه لحضرتك عامل عمليه وجاله شلل، تمام، هل في اي نوع من انواع التدخل الجراحي ان احنا نرجعه يمشي على رجليه تاني؟ رجعه يمشي على رجليه. ده سؤال جالي على البيج. جالك على البيج، تمام. ده هيتوقف هل العمليه في المخ ولا في الحبل الشوكي، دي رقم واحد. الحاجة التانية حتى الشلل نفسه درجات، فاحنا لازم بنقيم العيان. عشان كده احنا كدكاترة ما بنحبش حكاية ان احنا نناظر العيان على التليفون اونلاين، بتفرق كتير جدا. لا تتخيل اهمية الفحص الاكلينيكي بيفرق قد ايه. ومن هنا هنبدأ من الفحص الاكلينيكي. رقم اتنين هنبدأ احنا نقول له يرجع للحلقة اللي فاتت على اهمية النهاردة الثورة التشخيصية. النهارده بقى فيه النهارده رنين واشعات مقطعيه متطوره جدا، تقدر تقول لي والله لو هو كان عامل عمليه سواء كان عمليه ورم او سواء كان اصابه في الحبل الشوكي، حتى المسارات العصبيه النهارده بقى ليها فحوصات اقدر اطمن هل المسار ده مضغوط ولا هل للاسف اتدمر. لو مضغوط بس لكن هو سليم، في ورم ضغط عليه، في ارتشاح ضغط عليه، ده يبقى فيه امل كبير جدا بتدخل جراحي تاني ان هو يتحسن. لو مدمر، وده برضو اللي الفحوصات هتقولها لي وده بالحقي للاسف بيبقى النتيجه في المره الثانيه مش حلو للاسف، فهنرجع تاني بقى للثوره الفحوصات، ولو احتاج عمليه هنكمل معاه للي احنا بنتكلم فيه في حلقه النهارده، الثوره اللي جوه اوضه العمليه. يعني نقدر نصلح ما افسده الاخرون الى حد ما، يعني الى حد ما لو ان شاء الله ربنا يكرم على حسب الحال. طيب بالنسبة يا دكتور للمستحدثات داخل غرفة العملية زي ما سيادتك بتقول كده، الحاجات بقى الجديدة خالص ده كتير، ده احنا لسه من ضمنها الميكروسكوب مثلا. لان كان النهارده الميكروسكوب ده عامل زي الموبايل فونز. النهارده كل يوم في جديد، النهارده كل ساعة بينزل تليفون جديد، بينزل بإمكانيات كتيرة، بذاكرة جديدة، وده اللي اوريدي بيحصل في الميكروسكوبات الجراحية. النهارده أنا لما ابتديت جراحة الأعصاب يمكن من 20 سنة كان الميكروسكوب بتاعنا مكبر 10 مرات. يبقى السنتي بشوفه تحت الميكروسكوب 10 سنتي. احنا النهارده بنتكلم على ماجنيفيكيشن باور 25 مرة و30 مرة. تخيلي قد ايه السنتي، يبقى حوالي 30 سنتي. شوف الدقة، الدقة تحت الميكروسكوب بيبقى قد ايه. الحاجة التانية التطور الفظيع في فنيات الميكروسكوب. النهارده بقى الميكروسكوب، وده عندنا على فكره الميكروسكوب ده في مصر برضه، من خلال ان انا بحقن ماده معينه ده ممكن يفرق لي الورم من المخ الطبيعي، وخصوصا في الاورام اللي بيبقى فيها تشابه. بيبقى كتير من الاورام سهل تحت الميكروسكوب ان انا افرق الورم من المخ الطبيعي. بعد الاورام يمكن بطمن المشاهدين عشان ما تخضوش، دي بتبقى قليله ان نسبتها قليله. الاورام دي بيبقى الورم نفسه ممكن يبقى شبه المخ الطبيعي. طب انا لو شلت مخ طبيعي ده هيبقى له تاثيره السلبي. احنا بنحقن ماده في العيان وتحت الميكروسكوب بتكنيك معين خاص بالماده اللي حقنناها ده، لا ممكن يظهر لي الورم بلون والمخ الطبيعي بلون تاني. فده تطور رهيب في الميكروسكوب. النهارده في الميكروسكوب بقى النهارده بنحقن مواد ويورلنا في خصوصا في جراحات الاوعيه الدمويه، تمددات الاوعيه الدمويه، تمددات الشرايين. ده حاجات دقيقه جدا. النهارده دي بنحتاج ان احنا نقفلها بكليبس انيوريزم كليبس، في كليب جراحي كده بنقفلها بيه. طب انا قفلت كويس، قفلت كتير، قفلت قليل. النهارده بنحقن ماده وتحت الميكروسكوب بتكنيك تاني غير الاولاني. بيقول لنا والله احنا اخبارنا ايه، بيظهر لي الاوعيه الدمويه فقط لا غير. وبيقول لي والله لا ده انا قافل مظبوط، لا ده انا قافل كتير، قافل قليل، جوه اوضه العمليات وانا لسه فاتح العيان قبل ما نقفل وقبل ما العيان يخرج في الافاق، بحيث ان لو في شيء مش مظبوط نقدر نصلحه جوه اوضه العمليات. يعني كده عمليه الفحص بتفضل مستمره حتى داخل غرفه العمليات، مش بس عند الباب، لا احنا بندخل كمان نكمل فحص جوه الغرفه. جوه غرفه العمليات بالظبط كده. طيب بالنسبه للدكتور حسين، عايزين نعرف من حضرتك رايك في بعض الجراحات اللي بتحصل. يعني بعض الاطباء الحقيقه بيبقى عندهم استسهال في ان هم يوجهوا المريض بشكل قوي جدا او بشكل مباشر على عمليات بدون الخضوع للعلاج الاول. شايف الاتيتيود ده ازاي؟ هو يعني احنا كجراحين يعني علشان نعمل احسن نتائج المفروض يبقى احنا عندنا سلسله معينه بنمشي عليها او سلالم معينه بنمشي عليها. الواحد لو نط سلمه بتبقى بتحصل كارثه، يعني ما تبقاش في حاجه تشخيص سليم. اذا كان في حاجه طارئه ودي لا فيها شك، يعني مثلا انا عملت اشعه واضحه ان في حاجه طارئه حاليا، ده احنا بنتدخل فعلا وبسرعه شديده جدا لاجراء الجراحه، ودي بتبقى خط احمر.
لكن اذا كان في خطوط تانية، خط اصفر او 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 اخضر في او امل كذا، قبل العمليه في لكن حاجة. انا لا اخذ وقتي، يفضل خصوصا اذا كان العيان حالته تستحمل ان انا افحص، لا يفضل ان افحص بدقه افضل علشان انا ببص على اللونج ران، على النتائج اللي بعد كده. تمام. انا مش عايز تبقى اعمل عمليه واخلص، لا انا عايز اعمل العمليه وعايز تبقى نتيجه كويسه انشرها عالميا وارفع اسم الجامعه او اسم البلد كلها. ودي نظره الطبيب المتمكن، من الطبيب اللي عايز يعمل عمليه وخلاص. اذا كان خط احمر طبعا كلنا بنلجا ان احنا نسرع باجراء العمليه بشروط، ودي مجموعه قليله، لكن في معظم الحالات كل ما كان في تاني وكل ما في يعني مشاوره وناخد راي بعض ونتكلم مع بعض، طب راي حضرتك ايه، رايك كذا كذا، نخش ازاي منظار او ميكروسكوب او كذا، بيكون افضل، نتائج افضل، امان للمريض احسن، لان هو لو قريبي انا هحب يبقى اخد اديله حقه في التشخيص أكيد. افضل يعني. شكرا جزيلا دكتور حسين، الحقيقه الموضوع شيق وكبير وعمر ما يكفي ابدا حلقه ولا اثنين وثلاثه واربعه. ان شاء الله باذن الله هنكمل الحلقات القادمه من داخل بقى غرفه العمليات والحاجات المستحدثه بشكل مكثف جدا. النهارده كان مشرفني الدكتور حسين نجم استشاري جراحه المخ والاعصاب بجامعه الازهر، مدرس جراحه قاع الجمجمه ومناظير المخ بجامعه اوسكار باليابان، شكرا لوجودك معانا. الدكتور علاء رشاد ابراهيم مدرس واستشاري جراحه المخ والاعصاب وزميل جامعه اوريجون الامريكيه للعلوم والطب، شكرا لحضرتك. ومسك الختام الاستاذ الدكتور محمد اللباد استشاري جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري، عضو الجمعيه الامريكيه والكونجرس الامريكي لجراحه المخ والاعصاب، عضو الجمعيه المصريه والاوروبيه واليابانيه لجراحه المخ والاعصاب، استاذ مساعد بكليه الطب جامعه الازهر. شكرا لسياده الدكتور. شكرا ليك يا استاذ نور. ان شاء الله باذن الله نكمل الحلقه الجايه باذن الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك حضرتك ولفريقك الطبي الممتاز، حقيقه اسرتونا النهارده، ومبسوطه جدا بهذا العمل الجماعي، وان شاء الله في الاخر ده كله بيصب في مصلحه المريض. شكرا لحضراتكم جدا. شكرا ليكم مشاهدينا، ان شاء الله استنوني على البيج بتاعتنا زي ما تعودنا في لايف مع الدكاتره بقى كونسلت طبي هو يا جماعه على الهواء، وباذن الله ان شاء الله الحلقه الاعاده بتاعتها تنزل بكره. شكرا لكم جدا، كانت معكم نور العقاد، الى اللقاء.